السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا شي حاجه رائعه وشي حاجه زوينه في مدينه كازا الصراحه. وتحياتي للناس كازا كاملين وبالاخص ناس سباته وناس شارع مقداد الحريزي وحي البستان. وشكرا لكم. شوفوا معنا هذه القنطره هذه تبارك الله اللي كاينه في كازا. اللهم بارك وزدنا في ذلك. شو 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 الحضاره. شو 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 فين شاده. شو تبارك الله. هذه قنطره متحركه. هذه قنطره كتحرك مضاده للزلازل الخوت. تبارك الله. تحياتي لناس كازا ناس سباته. تحياتي ليهم وتحياتي لناس كازا كاملين. منظر زوين من فوق السطوح. اللهم بارك. من التحت ديالها غادي يدوز الطرامواي. اللهم بارك تبارك الله. هاد القنطره راه كاينه في سباته. شو اللهم بارك. شو 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 خدر يا عينك. خدر عينك في القنيطره. خدر. شو 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 شوف شوف ليا. شوف ليا هونغ كونغ. شوف ليا المغرب. شوف ليا كازا هذه. شو 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 تبارك الله. شو 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 القنطره كي دايره. شو 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 هذه غادي يدوز منها تحت الطرامواي هذه.